بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى أستعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيرا أن ألتقي معكم في برنامجكم هذا صفحات من تاريخ الكويت، وهذه هي المقابلة الأولى التي أسجلها بعد تحرير الكويت. أيها المشاهدون الكرام، يسرني أن أقدم إليكم في هذه المقابلة الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي، وهو من أشهر النواخذة ربابنة البحر في الكويت، وهو حاليا آخر نواخذة قطاعة في الكويت. ولد الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي في الكويت حوالي سنة 1319 هجرية، يعني سنة 1902 ميلادية، فعمره الآن 90 سنة ميلادية. أرجو الله تعالى الصحة والعمر الطويل. بدأ الحاج أحمد القبندي حياته مع البحر منذ أن كان صبيا، حيث عمل في القوس على اللؤلؤ نحو 20 سنة، ثم عمل في القطاعة مدة طويلة نحو ربع قرن إلى سنة 1962، حيث ترك العمل في البحر. وعمل البحر كان هو العمل السائد في الكويت وبلدان الخليج العربي، والبحر عماد الحياة. لقطاعة بكسر اللام وإسكان القاف لفظة عامية تطلق على السفر الصغير في منطقة الخليج العربي لنقل البضائع والمؤن وغيرها بين موانئ الخليج العربي، ومشتق اسم لقطاعة من التقطيع، تجزئة الشيء كالبيع القطاعي. وعمل لقطاعة مستمر طول السنة، وعلى عكس السفر الكبير النقل البحري إلى الأماكن البعيدة في سواحل الهند وسواحل أفريقيا الشرقية والجنوب العربي وغيرها في السنة مرة واحدة. وسفن القطاعة متوسطة الحجم، وعلى عكس سفن السفر الكبيرة الحجم، كما أن أسفار القطاعة قصيرة وليست بها أخطار كأسفار السفر الكبير. عاشت الكويت وبلدان الخليج العربي على أعمال البحر، وهي القوس على اللؤلؤ هو العمل السائد في الكويت وبلدان الخليج العربي، وعليه الاعتماد في المعيشة بالدرجة الأولى. اثنين السفر، النقل البحري لنقل البضائع والمؤن والأخشاب وغيرها، وكذلك القطاعة. ثلاثة الحداد أو الصيادة، صيد الأسماك والربيان، وهو أيضا العمل السائد في الكويت وبلدان الخليج العربي. أربعة الصخر، قطع الصخور من السواحل بعد جزر البحر، وخاصة في عشيرج، وبيع الصخور لبناء البيوت وأحواض السفن لنقع. خمسة الماء، جلب الماء الحلو من شط العرب في البصرة بواسطة السفن الشراعية المتوسطة الحجم وبيع الماء في الكويت. ستة الحطب، الوقود، جلب الشجيرات من بر قضي وبيعها في الكويت لتستعمل للوقود. سبعة المراكب، نقل البضائع والمؤن ونحوها من المراكب البواخر الراسية في جون الكويت أمام المستشفى الأميري تقريبا إلى فرضة الكويت بجوار قصر السيف. بعد كساد تجارة اللؤلؤ سنة 1930 ميلادية، عاشت الكويت وبلدان الخليج العربي الفقر وضيق العيش، حتى من الله سبحانه وتعالى على الكويت وبلدان الخليج العربي بثروة النفط الذي عمت خيراته على العرب والمسلمين. سبق لي أن تحدثت في برنامجي هذا صفحات من تاريخ الكويت منذ سنة 1966 إلى سنة 1988 عن أعمال البحر مع النواخذة والبحارة الملاحين، وظل عملان من أعمال البحر لم أتحدث عنهما، وهما لقطاعة ونقل الماء الحلو للشرب من شط العرب إلى الكويت. الآن أيها المشاهدون الكرام، أتحدث عن لقطاعة مع أحد النواخذة، الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي، وإن شاء الله سأتحدث مع نواخذة آخر عن نقل الماء الحلو من شط العرب إلى الكويت.
لتكمل الفائدة المطلوبة خدمة للكويت وتاريخها. أتقدم بوافي الشكر والامتنان للحاج أحمد عبد الرحمن القبندي على تكرمه بإجراء هذه المقابلة معه، وشكرا. أبو عبد الرحمن أشكرك على المعلومات اللي أعطيتني إياها، لسه جاي عندك من كم يوم، وعلى إنشاء تسهيل هالمقابلة هذه. فإحنا مقابلتنا هذه بنتكلم عن الكويت أول، إيه يعني، والأشياء اللي قلت لي عنها. فإحنا يعني قلنا أنت هذا مولود في أيام بارك الصباح، عمرك حوالي لما ما 10 سنين يا متوفي يا شيخ مبارك؟ إيه لي 10 سنين. ها إيه ريال، أنا ريال فاهم. على يمكن أكثر من 10 سنين بعد. إيه إيه هو توفي سنة 1995. إيه ودرس في المدرسة بس القرآن الكريم، بس القرآن إيه؟ بس عندما لا جاسم. إيه بس عدل تاني رحت البحر. تاني رحت البحر. إيه القوس. الغوص بالقطاعة. إيه بالقويت الغوص وبالشتا القطاعة. عدل بحرين، قطر، دبي. إيه ها السعودية، العراق، إيران. عادي عادي إيه؟ هاي بتكلم عنها الحين. إيه؟ مقابلتنا هذه إيه؟ معاك بتكلم بس عن الكويت أول. إيه؟ والأشياء اللي أخذت معلومات لي عنك، عن شيخ مبارك. إيه؟ عن ماكينة هذا الماي، الماي وعن إيه؟ السيارة، سيارة وعن السور. إيه؟ وسنة الرحمة. سنة الرحمة مرة ثانية إن شاء الله نسجل معك الأسبوع القادم إن شاء الله، بس عن البحر والقطاعة. القطاعة وسواحل، سواحل سواحل فارس، سواحل الخليج العربية. إيه؟ والجزر. هذا روح مواضيع يعني متكامل. إيه. ف عبد الرحمن اول يعني شذكر الكويت اول لما كنت صغير. إيه؟ يعني وين حدها من ينوب؟ انتم بيتكم براحة مبارك. احنا بيتنا براحة مبارك. إيه؟ إيه؟ يعني خلينا نوصف حق الجماعه، براحة مبارك الحين يعني مو بعيده عن مسجد الدوله. إيه؟ الكبير هذا لا جهه الشرق. ينوبيه شرقيه شوي. ها ينوبيه شرقيه. ينوبيه شرقيه. إيه؟ إيه على الشارع الحين، على الشارع اللي يروح من مسجد عبد الله. إيه؟ ويروح للشرق هو على السير على اليسار. اي هذا براحة مبارك والمسجد مسجد. إيه؟ مسجد مبارك. اي هذا إيه؟ صعب براحة كبيره. إيه؟ يعني وين له اسمها شرهته براحة مبارك. هي هذا الفجلي، هي هذا الميلسي، هي هذا العرابات، هذا رئيس المنقاوي. نعم المنقاوي سليمان بخيت. إيه؟ خميس الدربيه، محمد بن سمحان، الامام مقرون، هذول هالفن هالفن هذول. اي نعم واحد بغى يسوي عرضه يحق اللنقاوي. إيه؟ ما اكو غيره، اكو هل عند جبله وشارق، لكن لا الفني اللنقاوي. إيه؟ إيه نعم هو يسوي كل اسبوع يسوي ميلسي على حسابه. عجيب على حسابه. اي في بيته من البراحه. يا ما بروح البراحه من شرق. اي إيه نعم عدل. إيه ما انت ما لحقت على الحمام. بل لحقت عليه خراب، اكو حمام خراب صف. إيه؟ الحمام من شمال. إيه؟ عدل. إيه؟ وفيها البراحه مبارك، فيها المسجد، في المسجد مسجد مبارك. هاي المسجد مبارك. اي ايوه. وفي تشكيلات عدل عدل نسيج المسجد. اي ايوه. ونبي يقول المشاهد الكرام ان البراحه هذه براحه مبارك قديمه يعني من تاسيس الكويت. وفي روايتين يعني هي يعني براحه مبارك يعني مو نسبه للشيخ مبارك الصباح. لا لا حق مبارك الفاضل. عدل عدل عدل. ايه لا لا عدل حق مبارك الفاضل. عدل. والمسجد الاساسي مسجد الخليفه هذا. اي مسجد الخليفه. مسجد الخليفه عدل عدل. اي نعم. اي أنا سمعت يعني من كبار بالسن رواه. إيه؟ مثل ما قلت. إيه؟ إن مبارحة مبارك نسبة لمبارك الفاضل. مبارك الفاضل. نعم جماعة كبيرة. إيه؟ ولهم نسب مع آل خليفة. إيه؟ ولهم أسرتهم وشهرتهم. إيه؟ كان بيته هني وقدامه ساحة. ساحة. فنسبة إليه سموها براحة مبارك. براحة. وفي رواية ثانية يقول لا حق الشيخ مبارك آل خليفة بعد. إيه؟ عنده بيت هني من الخليفة. يسيبوها. إيه؟ يسيبوها. إيه؟ باقي يسمونها راحت عليه براحة مبارك. إيه؟ يعني مبارك الفاضل. إيه؟ لا تقول مبارك الفاضل. إيه؟ وبعض يقول الشيخ مبارك آل خليفة. صحيح. والمسجد ما قلت المسجد. المسجد. بنين آل خليفة. إيه مسجد. إيه اللي الحين يم وزارة التخطيط. إيه نعم هاي على السيف بس الخليفة. إيه مسجد الخليفة. إيه؟ وهذا من أقدم المساجد الموجودة. إيه؟ حاليا. أقدم المساجد. إيه نعم. عدل. فهذا صعب براحة مبارك مشهورة ولها اسمها. مشهورة. وأكبر براحة بالكويت. أكبر براحة. إيه؟ هي فصل فيها شعر. إيه؟ هي فيها الرباط وفيها الميلسي وفيها مصبنة ماكو ما بالخليج مصبنة. فريج الشيوخ، فريج الخميس، فريج البراحة. كلها تلاقون فيها. كلها كلها إيه؟ تلاقون فيها. إيه؟ كلها تلاقون فيها البراحة. والعرضات بالعيد. لا العرضات بالعيد كلها. إيه؟ في البراحة. عدل عدل. إيه. الحج اللنقاوي الله يرحمه ما حد يبطارية أبدا. إيه؟ ما حد يبطارية.
والله لاسمه ذا هو شهرته وعنده شهرته وعنده وعنده عده. اي نعم عنده عده. نعم. فرع الفن ماكو فن الجبنة عندهم عديد، لكن لا الشيء عندنا قوي. لا مشهور الميرسي والعرضه والفن كله عنده. لا لا اسمع فيه. عنده هذا سليمان بخيت، هذا هاي اللاعوب بعد الطبل مال الميرسي، وذاك خميس الدربيه محمد بن سمعان، هذول هاللاعوب اذا صار هذا مو موجود ما يسوي بيلسي. عادي. يعني اللي حكيت لهم تصغير، يعني ورا مسجد عبد الله في بيوت ورا مسجد عبد الله؟ ها؟ مسجد عبد الله؟ ايه ينوبكم ينوبنا في بيوتي ورا، يعني ورا بيوت القرويه. ايه وورا منك؟ ورا منك هم بيوت بس إيه؟ من يعني مصاب شارع دسمان. شارع دسمان ماكو هذا، ماكو شيء منك؟ ماكو شيء، شارع دسمان ماكو هذه صحراء كلش مول. إيه؟ مسجد العواضي. إيه؟ من مسجد العواضي من الشرقية بشرقية. إيه؟ وجبلية ماكو هذا صحراء كلها. يعني ينوبي قصر ينوبي شارع دسمان. إيه؟ شارع احمد الجابر. إيه؟ ارض خالية، هذا كله ارض خالية ماكو شيء. إيه؟ من حوطة جراح. إيه؟ اكو حوطة من حوطة جراح عدل شرق دوار البركة. دوار البركة إيه؟ اكو حوطة كبيرة يسمونها حوطة جراح. إيه؟ يعني ضراع نسمها الارض. إيه؟ من حوطة جراح ولي دسمان هذا شور. إيه؟ عدل ما لا ما في عدل. إيه؟ لا لا عدل فعلا عدل. إيه؟ إيه؟ عدل. شيخ مبارك شفته؟ شفته شفته في العربانة ويا صباح الناصر كله بصفه صغير ذاك صباح الناصر. صباح صباح صغير وحلو. اي اي وكله عنده ويا ولد ولده حفيده ولد ولد ناصر. اي ولد ناصر. اي اي شفته بالعربانة. العربانة من حصد. اي قبل تجي السيارة. قبل السيارة. قبل السيارة. اي عدل. يوم تجي السيارة ايش تقدر عمرك ذاك الوقت يوم تجي السيارة؟ يوم في سيارة. إيه؟ حرة تبدأ العشر للأحد عشر. إيه؟ إيه؟ على الأزيد أنا مساعنا قلت. إيه؟ أنت مولود سنة 1902. إيه؟ لازم أكثر عين. إيه؟ معملات السيارة. إيه؟ ودريولها علي بن حسين بن خنفة. إيه بتكلم عنه. إيه؟ واني بصوته. إيه؟ على يمكن على مولود أنت سنة 1900. إيه؟ الحين عمرك على حوالي 92 سنة ميلادية. لا والله لا 92 يعني ماني بصغير أنا. إيه؟ وين ربعي. إيه؟ أهن الحالات اللي بالكويت ما حد حق عليهم، اكو حد يلحق على يشوف الحالات في خالص من خميس وحد الشيوخ احد حق عليها. والله انا اسمع حالات من خميس. اي حالات من خميس يكون عليها خشب غواويس شمال وجبله ويلوم. حاله كبيره. الحين خلينا نقول حق المشاهدين الحين كلامك هذا الحاله ما يعرفونها خاصه الجيل الجديد. نقول حاله يعني مجموعه من الرمال الماء يروح عنها. اي الماء والماء يضيح عليها. الحاله ما يركب عليها الماء. اي الحاله ما بعضها يصير يضيح عليها. الحاله كبيره ولكن على الغواويس كبيره. الكبيره وايد هاي الحاله. كبيره وايد كبيره. ما سوى حاله في الخميس وحاله إيه؟ الشيوخ. إيه؟ ما شوف الماكينه بدل الماكينه فوق الحاله. ماكينه كهرباء؟ لا ماكينتها ماكينه الماي. ما في شيوخ حاطين هناك؟ إيه؟ الحاله. على حاله الشيوخ. ما ادري عنها. إيه؟ على حاله الشيوخ. إيه؟ إيه؟ يعني مصوب مسجد الخليفة. صف مسجد الخليفة من جبله. من صف المسيلة تلاحظ على المسيلة. اي المسيلة. اي صف بالمسيلة هذا الماء اللي في مال السيل. مال السيل. من مسقف صباح الناصر. صباح الناصر. يصب. إيه. والمسيلة يصب على الماء على. إذا ساعة المسيلة موجودة. موجودة المسيلة. قديمة هذه. المسيلة موجودة المسيلة. اي. هذا بدو حبس صف الحالة. جبل المسيلة. يا المطر ما يمر على على إيه على الحالة. بلا حبس حق الماكينة. على سميت وصخر. ماكو طابوق قبل عندنا. إيه سميت وصخر. بلا حبس طول الرياض. هذا مسوينا هذا المسيلة حق الماكينة خاص. لا أو قبلها. مسوينا حق السيل. حق السيل. حق السيل. يعني ما له علاقة الماكينة. لا ما له علاقة حق السيل. ما له بيوت كلها حجر عليهم. إيه. عليهم وعلى بيت من المصالح. إيه لا أنا شفتها سقفها من صوب البحر مدافع 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 سقفها بيت مدافع وايد يعني كبار مدافع الإنسان يدش فيها. إيه يدشون يهال. لا يدشون يهال اللي يصيرون شلاب فيها. الشمال يطلعون من اللي يصيرون شلاب. إيه شلاب عادي عادي. إيه شفتها. شلون السيارة مال شيخ مبارك؟ تذكر السيارة مال شيخ مبارك؟ شلون يعني؟ يعني شلون شفتها ولا ما شفتها؟ أول ما جابوها الأول عاد يجيبها عند البيت. علي حسين بن خنفر. علي حسين بن خنفر. إي. يجيبها عند البيت. إي. إي لكن اليوم وديها له زوجته وخواته وديهم الكشتة دي في
عند اسمان يسمونها بدواره. بدواره هذا ودي هناك حوطه حق عيسى معرفي. هني محوطه حوطه حق عيسى معرفي. اخذ المفتاح وودى اهله هناك. رحنا احنا صبيان في الجر. ركبتوا بسياره؟ ركبنا سياره. شيء عجيب ذاك الوقت. على المطبر احنا. على المطبر. بس الحين نتكلم المشاهدين ان سياره مال الشيخ مبارك هي سيارتين، السياره الاوليه شراها من الهند. مستعمله عتيجه سوداء. ها ها صغيره سوداء هذه حمراء. عاد عاد هي حمراء. عاد 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 مثل سياره اللي هداها يدك شمال على 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 الشيخ احمد. الشيخ احمد يا شيخ احمد. هي سمعت ان سياره ضخمه. ضخمه. فالسياره هذه على ما سمعت اشتراها الشيخ مبارك من الهند من بومبي. وباصت محمد سالم سديراوي. مستعمله ويابوها بالمركب وياها سائق هندي. اسمه علي بيلا. فهذه اول سياره. سنه 1911. يعني لما كان سياره بالكويت ما كانت توجد ولا سياره في المنطقه الا بالكويت. ما كلها في الخليج ولا العراق ولا كثير بلاد عربيه. لا البحرين ولا شيء. لا لا ولا قطار ولا ماكو سياره. ما في ولا العراق ولا بلدان كثيره. ما في سيارات. الا بالكويت. الا بالكويت. سنه 1911. هذه شراها مستعمله. اي نعم. بعدين تالي سنه 1913 الشيخ جاسم الابراهيم قدم هديه للشيخ مبارك. سيارة اللي تقول عنها هذه الجديدة. جديدة نعم. طراز 1913. ونقول حق المشاهدين الكرام أن سيارة شيخ مبارك هذه إن انقطع ماكو شكلها بالمرة أبدا. بلجيكية. شيء قريب هذا. اسمها سيارة ممتازة. نعم. الحين انقطعت ماكو شيء هذه. ماكو النوع هذا يمكن 40 سنة أو 50 ما يوجد. ما يوجد. يعني صك المصنع ماله. فيسمونها منيرفة. ويسمونها عندنا مناورة. يسمونها مناورة لكن اسمها منيرفة. وهذه كان مشهورة ذاك الوقت يعني في أول القرن العشرين السيارة هذه منيرفة. فالسيارة الأخيرة هذه قدمها الشيخ جاسم إبراهيم من أكبر تجار اللؤلؤ ومن آل إبراهيم اللي بالكويت اللي منهم الشيخ يوسف عبد الله إبراهيم. قدمها هدية للشيخ مبارك. وكان جديدة مثل ما قلت حمراء وتنتة أربعة أبواب. نعم. نعم. وكان هذا اللي يسوقها الهندي هذا لكن ويا واحد يساعده وهو المرحوم علي حسين ابو خنفر. هو جراول هذا القديم عند مبارك. هو ريال مبارك من القديم. هذا هو ابوه واخوه محمد. هذا ريال مبارك اذا يا واحد صار على مشكله عند مبارك صار ما حد يفك الا حسين ابو خنفر. عجيب. يعني واصيل عند مبارك الصباح عدل. بعدين السياره هذه اختربت وطرش الشيخ مبارك بالباخرة إلى بومبي لتصليحها معاها علي حسين أبو خنفر والهندي. فحسين أبو خنفر تعلم السياقة في بومبي سنة 1912 وحاز الشهادة. فأنا جبت صورته. هذه صورة المرحوم علي حسين أبو خنفر سنة 1912. هاي صورته ذاك الوقت ايام الدوله العثمانيه. شوف هاي طربوش. هذا طربوش عثماني. هذا حتى لما يروح من البيت حق مبارك الصباح. هذا هاللباس. هذا لباسه. هذا لباسه. نعم. هذا لباسه يروح الصبابيه كل صبح. يعني بدله وطربوش. هذا هو هذا الطربوش على راسه صوف. طربوش عثماني. يا عثماني حمر. يروح حق مبارك من الصبح كل صبحيه. يروح حق مبارك. انا على بالي بس يلبسه هناك في الهند. لا لا هاي لباسه هني بالكويت حق سياقه السياره. حق السياره يروح حق مبارك. لباس حق مبارك كل صبحيه لازم يزور مبارك. انا اعطاني الصوره هذا قريبه الاستاذ عبد المجيد. عبد المجيد عمه علي عمه. هو عبد المجيد بن محمد. فنطلع المشاهدين الكرام هذه صوره المرحوم علي حسين بو خنفر اول سائق سياره كويتي وكان يسوق سياره الشيخ مبارك الصباح سنه 1913. أرسل الشيخ مبارك صباح إلى بومبي مع السيارة تصليحها وتعلم السياقة قيادة السيارة في بومبي سنة 1912. وصورته هذه في بومبي سنة 1912 في البدلة والطربوش العثماني. مثل ما قال أبو عبد الرحمن هاي لباسه. هذا حتى بالكويت هذا لباسه عبارة لباس رسمي. له ولا بغى يسوق السيارة. وظلت سيارة إلى أيام الشيخ مبارك صباح السيارة هذه. يسمونها الفيل أو الريل.
والله ما يسمونا الريد. الريل ها. الكويت يسمونا الريد. اي. يسمونا الريد. عدل. اي. يسمونا الريد. اي سمعت عنه. ما سم ماكو اسم سيارة عندنا. الريد يسمونه. الريد حق مارك الصباح. لا مثل ما قلنا أول سيارة يعني في منطقة الخليج وفي الكذبة العربية كانت في الكويت للشيخ مبارك سنة 1911. وأيضا بعد أقول مشاهدي الكرام أن أول سيارة وصلت إلى جزيرة العرب إلى نجد بالذات إلى مدينة حائل كانت الأمير سعود بن عبد العزيز المتعب الرشيد حاكم مدينة حائل وتوابعها. والسيارة هذه مرسيدس طراز 1914 هدية من الدولة العثمانية للأمير سعود بن عبد العزيز المتعب الرشيد. وحملت السيارة هذه بالقطار من اسطنبول إلى دمشق ومن دمشق بالقطار سكة حديد الحجاز إلى أقرب محطة لمدينة حائل وهي محطة مدائن صالح وقطعت الطريق الصحراء إلى حائل سنة 1914. هاي ثاني سيارة. فالأولى مات الشيخ مبارك، الثانية مات الأمير سعود بن عبد العزيز المتعب الرشيد حاكم مدينة حائل توابعها. وقبلها كان الشيخ مبارك يستعمل عربانة. عربانة مفصل. ايه. رني. ايه. يسمى الرني. حصان واحد أو حصانين. ها حصانين. ايه. ايه. يطلع العصاري من البيت. ها. وسليمان وربع قاعدين ويا الفداوية. من يطلع مبارك يركب العربانة. صاح. بالك يا ولد وحتى يوصل لك مسجد السوق. إيه. يعني الطريق. التجار كلهم يطلعون من دكاكينهم بالقيصريه يفزون. إيه. لما يمر الشيخ مبارك. إيه. حتى الهمار لندي شو اقول لك؟ يسمع عنه. إيه. إيه. عدد. هذه السياره. اكو بعد هذا الماكينه مات الماي. هذه عجيبه يعني اول تقطير الماء الحلو من البحر. هذه اول ماكينه كانت في الكويت يعني ما كان موجود في المنطقه كلها. إلا في الكويت هاي الآلة لتقطير الماء. لا في الكويت إيه؟ نعم. لا اشتغلت الماكينة اشتغلت وصبوا ماء وقالوا يلا سبيل الماء كل من ياخذ إيه؟ لحم مغرم كرم سامة ياخذون والحريم ياخذون والكنادرة ياخذون ها كله بلاش سبيل كله بلاش مجان. إيه مجانة. إيه الماكينة تشتغل. إيه؟ بعدين عقب ما توفى مبارك صار خلف بين سالم وبين الشركة. إيه لا خربوها. آه. ولا ما باعوا الماي منها ما يبيعوا ما باعوا ماي بس سبلوا لكن ما استمرت. توفى مبارك. اي توفى مبارك. اي حكم سالم اختلف وياه. من مسؤول عنها يعني اكو مهندسين اجانب مسؤولين عنها. اكو ذاك كرستان هنود كرستان وهم اللي شغلونها. هم اللي شدوها اللي يشغلونها. اي يشغلونها. ومثل ما قلنا فريج الشيوخ على البحر يعني صوب مسجد الخليفه. اي ابدا صوب المسجد من جبله على الحاله. اي ما يلزم شركه الا على الحاله. المحل هذا هو وصل البلد. اي وصل البلد. اي وفي هذا بعد الباخره سعيد يا ابو الشيخ مبارك سنه 1912. اي نعم. هذا في ناخذه محمد حسين. اي حسين؟ محمد فؤادي بن حسين. ها هو ناخذ ابو خنفر. من خنفر. ايه. وناخذ يروح الشط يمزر ويجي الصقر سوى دوبتين كتاره كبار كتاره شغل الكتر. ايه. ها ويروح ندبوا بالمركب ويصب فيهم الماي ويقول واحده عند ديوانيتكم ها واحده فريج غنين. ايه. فل الماي فيها فل. اه ينزهم منها. ينزهم منها. ايه. الحماره والفنادل والحليب ينزلوا منها. يعني أبي هذه الباخرة سعيد أو المركب سعيد يعني هو يقلص أو يحمل بوصة ماي؟ لا يحمل بوصة. يحمل بوصة ماي. هذا بوصات. ويقلص بعد. يقلص في توانكي في توانكي فصله يشغل مركب غاز. إيه. بس يعني يعبي ماي من شط العرب. شط ماي حلو يجيب إلى الكويت. الكويت نعم. ويقلص السفن الشراعية بعد وياه. يقلص إذا يوال ما يقلص. يقلص. ما يقلص هم يجيبهم. إيه عجيب. يعني بس هو مرة واحدة يروح تقريبا. لا ما يروح مرتين بس مو هذا كله في زمن الشيخ مبارك. إلى متى ظل سعيد هذا الباخرة أو المركب سعيد يسمونه بالكويت عندنا أبو مبارك تالي بس خلاص. خلاص بس من راح مبارك راح سلام. ولي أخت مشرف هذا أول يخت في المنطقة هذا مال الشيخ مبارك. هذا مشرف مال مبارك الصبح هذا مكينتين ببرودة يمشي على فحم.
فحم حجري عدل. فحم إيه؟ حجري يمشي ما تنقص الفحم إلا في إيه اللي بشوي اللي بشوي. هذا هم سوين حق الفحم كم يدوب بسطة. عدل. هذا اشتراه شيخ مبارك من بومبي. بالهند. على ما قرأت اشتراه 100,000 ربية. لك سع وايد لك. لك ربية. الحين ماك شيء الحين 7,500 دينار. نعم. لك سامع عند المبلغ هذا لك ربية. نعم من عندنا. نعم. إيه اليخت الكبير. صحيح نعم. واليخت هذا اللي جابه من بومبي إلى الكويت نأخذه كويتي. سمعت عنه شيء؟ نأخذه كويتي يوسف بن الله هو اللي جابه. ها؟ يوسف بن الله هو اللي جابه. لا 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 اسمه صلى اسمه صلى انه خذه في داخل بالكويت اسمه صلى عدل انه خذه لكن الياب من بومبي عبد العزيز بن قطامي يسير لكن اللي نأخذه فيه عدل يوسف النصر يوسف النصر اي نعم وواحد ثاني بعد كان ما في بعد واحد غيره لا لا نأخذه واحد اللي قبله اللي قبله نأخذه فيه سعود السمكة سعود السمكة اي هذا قبل يوسف النصر تالي يوسف النصر وظل يوسف النصر اللي زمن الشيخ احمد اللي زمن الشيخ احمد موجود إيه؟ مشرف إيه؟ لا اللنج الثاني بعدين الشيخ احمد لا مشرف الشيخ سالم قدم هديه حق الشيخ خزعل لكن بعدين الشيخ احمد سوى له لنج يخت ايضا نأخذه يوسف النصر الله يوسف النصر اي نعم اي نعم سوى يخت نعم إيه؟ يخت يبقى لك كان هي دار القصر اي نعم اي صار ايام القفار ايام القفار وهم ودي يروح الفشت يروح كبار يروح ويا عم يوسف يوسف بن حسين يروح ويا عدل اي نوبة احنا هو مركب برا احنا ابونا عند عمار شاهين يعني نهبه من حدر يعني يوسف صوت عليه قال لي ابي مجرى من راس الارض الى ايجاد كبر اعطينا إيه. مجرى من راس الارض الى ايجاد كبر لا هذا يخت كبير وكان دائما يسافر على شيخ مبارك الى البصره إيه. وسافر عليه الى إيه. الى البحرين لزياره إيه الشيخ عيسى اي نعم بن علي ال خليفه ال خليفه وهذا ما قلنا اشترى شيخ مبارك سنه 1907 شيخ عيسى أنا لحقت عليه في البحرين إيه؟ شيخ عيسى بن علي إيه؟ لحقت عليه في البحرين عدل عدل إيه؟ طيار طويل ويسيد إيه؟ ملتحي عدل إذا تذكر البشتختات إيه؟ في البحرين لا لا بالكويت الكويتي بعدين أقبل البحرين يا أبوهم إيه؟ أقبل البحرين أول ما نزلوا البشتختات في البحرين إيه البحرين لأسفل مركز تجارة البحرين حركة فيها كل شيء إيه نعم. ومحلات كبيرة بعدين مركز تجارة اللؤلؤ في البحرين نعم نعم القديم هي عروس الخليج إيه نعم هي عروس الخليج إيه نعم عروس الخليج نعم كل شيء فيها كل حركة فيها إيه نعم إيه بس إحنا نتكلمنا عن سنة الرحمة إيه؟ هذه المعروفة الحمى الإسبانية اللي اجتاحت العالم إيه؟ سنة آخر الحرب العظمى إيه؟ سنة 1918-1919 إيه؟ وضحايا كثيرين في العالم مساء أنت تقول يعني تضرب واحد ويطيح شنو مساء ما وضحت لنا بس في ضربة أنا شايف شون يعني شايف ضربة هي في قلبة هي في صدره شيء شغل طب طقة خضرة في صدره في صدره أي إيه؟ إيه؟ وبعدها بعدها يسخن كم يوم نهار ثاني يعني ما يطول سيبه سخونه سخونه بعضهم يموت ما في سخونه ولا في شيء وايد من ضحايا من الكويت وايد ماتوا فيها الكويت وغير الكويت لا اي وايد كثيرين الكويت وغير الكويت وكبار وصغار كبار وصغار اي فهاي يسمونها سنه الرحمه اي بالكويت معروفه هذه اخر عام 1918 و1919 في ايام حكم الشيخ سالم المبارك اي نعم مش قاعد اتكلم عن السياره عن الغاز البترول وين يبون ذاك الوقت بترول من بومبي ها من بومبي الهند من بومبي الهندي بالمراكب الباخره المركب المعلي يبقى البترول ويبقى الغاز الغاز اللي يشبون فيه حق البيوت هذه البيوت كل صندوق فيه الكوريسين كل صندوق فيه قوتيين مبند من بومبي اي تعال في الأخير قاموا يبون من عبادان. تعال يقوم انتشت عبادان سوى شركة قام يبون من عبادان. يبون من عبادان عدل هذه هذا الأطباء الشعبيين اللي يعالجون الناس يعني أحمد الغانم كان مشهور في زمانه. أحمد الغانم مشهور. أحمد محمد الغانم. إيه؟ أبو يوسف الغانم وأخوانه. وايد مشهور خاصة مشهور نعم. في علاج الكسور. إيه وأكو بدو بعد ما والله ما أعرف أسامي. لا وايد وحريم بعد. حريم. إيه. حريم. إيه. وهذا عندنا برعة مبارك حسين الدوب
حق الغودني وحق حق التشوي عجيب. وهيلو بعد هذه إيه التشوي تشوي مشهور هذه مشهور هذه بعد بس هذا ماهر وايد فاهم احمد الغانم حتى إن يقولون انه عالج الدكتور ميلري طبيب المستشفى الامريكاني لما اصابه اليرقان بوصفار عالجه بكي هنا الخنصري بوصفار وطاب الدكتور ميلري نعم. اكو واحد بعد نسيت اسمه طبيب بالكويت هني صار في غولني غولني فيه طبيب ما هاي يسوون القولنج عند العرب مشهور بمرض هذا شو يسوي ما يقدر يشيل ايدينا جابوا لحسين الدوب حسين الدوب قام يدهنا ثلاث ايام وقبل ثلاث ايام يوم رابع تلم من طلع من من ابطه هني وطاب طاب صار تقول ما عجيب والله تقول ما في شيء هذا عجيب عبد الرحمن نبي نتكلم عن بنيان السور انت تدفن بنيان السور شلون يعني بنيان السور طول عمرك حدثنا عنه اول ما بنيان السور صار الشيخ سالم الله يرحمه قام يصلح في قصر مال شو اسمه قصر مال الحمر مال الهرة الحمر قصر الحمر بعدين شيخ حمد الفارسي الله يرحمه صاحبه صديقه ويا ليل ونهار مشهور هذا يعني قال يا طول عمر شلون كذي قال صبر صبر الكويت قال له صور الكويت قال له صور الكويت قام وامر امر على على هذا الكويت كلهم قال له صور السور قال على امرك اللي تشوفه احنا مبارك علينا رمضان وخشب غواويث بالغوص قصه رمضان الغوص ثقه بالخشب النقعه قام بالنهار بالنهار النياده هذول هذا الزلفي وغيرهم يسوون غيله قيلة ويخملون الطين ولا صار عقب عقب التراويح قاموا كل فريج فريجة كل فريج فريجة ماكو حبسي وير بعد ما حد يقعد له الحريم في 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 البيوت في البيوت ما باجي نص ساعة عن السحور يبندون عادل يبندون يجون يسحرون وينامون لواد ما خلص رمضان خلص رمضان باجي قليل في السطور باجي لغوال ما لغوال مزاغين ها بعدهم سالم قال لهم روح روح الغوص روح ترزق الله يا عدلي رخصهم من واضح مشاهد الكرام ان هذه بنيان السور بعد معركه حمض بعد ما قضى الاخوان على الجيش الكويتي في معركه حمض وهذه حدثت معركه حمض يوم 28 شعبان سنه 1338 هجرية يعني 16 مايو 1920 يعني أصبح خطر على الكويت فعلى ما سمعت أن الشيخ سالم المبارك حاكم الكويت ذاك الوقت اجتمع مع عيال الكويت ينظرون في الموضوع كل واحد قال رأيه مثل ما قلت الشيخ أحمد الفارسي عالم جليل علماء الدين ودرس في الجامع الأزهر توفي سنة 1934 هم أصدقاء الشيخ سالم المبارك صديقة نعم صديقة صديقة بالفنطاس بالفنطاس نعم فهو قال لهم نبني سور استغربوا الجماعة يعني شلون نبني سور؟ يعني يعني بكره رمضان قال نبني سور واحسن شيء نحمي الكويت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاط المدينه المنوره بخندق وحماها فاحنا نبني سور وخذوا برايه من بكره بنوا السور في اول يوم من شهر رمضان المبارك ما قلت عقب صلاه التراويح او عقب العشاء يروحون فالسور بني اول يوم من شهر رمضان المبارك سنه 1338 يعني 18 مايو سنة 1920 والكبير والصغير مجان خدمة الله تعالى والوطن العزيز نعم يروحون برها عرضاتهم وطقطقتهم يوصلون السور وبعدين الزبلان كل واحد يطق الزبيل ويعطي البناي البناي يقطع سور عروق مو شو اسمه طين 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 لكن عريض وايد عريض سبع تدرى تبع والله وايد من هذا سبع تدرى عريض وايد بعدين قام يلفون يلفون عدل يلفون ومن داخل لدشة حق المحاربين يركبون والمزاقين سبوا دشة من داخل على طول السور يعني الرجال بالصورة واضحة بالصورة القديمة واضحة راكبين الريايين يعني من داخل والمزاقين بيدهم البنادق نعم يعني مسافة كبيرة ذاك الوقت يعني من الشويخ يلف على شكل قوس إلى بنادر القار لبنادر القار مساحة وايد مساحة وايد لكن هالكويت كلها والله رجال كلها الكويت ها
يعني اقل من 3 اشهر خلاص بالمره كلش مولية. خلاص نعم. اي نعم. مع بواباته والقوال الابراج حطوا عليه يعني حطوا عليه في رمضان ما يمديك ما تحصل زميل شيله الله من كاس العالم الكبير والصغير الكبير والصغير لا شيء جميل وبالنهار يغيلون النيازه بجر يعني هاي بجري بالنهار اي نعم اللي يغيلون هو فانا اخبرني شيخ يوسف بعيسى الاقناعي يقول لي ان مصاريف السور تشكر بلقيت لك ربيه لك ربيه لك ساعه وايد وين يعني 7500 دينار هذا مصاريف بنيان السور لما سالته ليش هذا قال لي هالمبلغ هذا مثل ما قلت حق الناس اللي قيلون يقيلون الناس يشغلون بالنهار يقيلون الطين يعطونهم اجره ايضا حق اليص وحق الخشب والبواري والشندل والحبال والبوابات مال السور فالمصرف كله صار 100,000 ربية فعاد التجار سلموا هذا 80,000 والشيخ سالم المبارك قال أنا سلم الباقي فكان الباقي 20,000 سلمه الشيخ سالم المبارك هو يقول حساب عنده شيخ يوسف يقول لي نعم لا شيء جميل يعني مو شيء سهل أنا أقول يعني إحنا وقت الحاضر هذا لازم إحنا نقتدي بأبائنا وأجدادنا اللي بنى السور صحيح نعم. يعني وقت عسير صعب ده هو أشياء بدائية ما عندهم صحيح. لا معدات ولا شيء ما هذا بنى السور العمل الجبار هذا 3 أشهر خلص السور الحين لازم نقتدي ما حد ظن أن شهر رمضان يكملونه لا والله شيء جميل ما حد ظن وبالليل والله شيء لكن يجون مسيين اي نعم مسيين يجون وسري عادية سري عادية إيه مالقاز مالقاز سري عادية مالقاز وشغل يد إلي قبل السحور يعني فأقول إحنا حين يعني بعد هالزلزال أصابنا بعد هالنكبة هذه لازم نقتدي بأبائنا وأجدادنا ونعمل يد واحدة لبناء الكويت صحيح. عقب بنيان السور يعني السور ما قلنا يعني بعد حوالي 3 أشهر عقب الجهرة معركة الجهرة ومعركة الجهرة وقعت يوم 26 محرم سنة 1339 يعني يوم 9 أكتوبر 1920 فقبلها مدة قصيرة يعني انتهى السور فصارت معركة الجهرة الشهيرة هذه في تاريخ الكويت للسنة حنا مجفلين 10 محرم غوص قفالهم 10 محرم قفال الكويت غواويس 10 محرم يوم 10 محرم قفل راشد يوالي من ناحية هذا يعني البحر بارد عدل في أكتوبر نعم هذا عدل لا بشهر 9 بشهر 9 القفال يتو قبل معركة قبل جهرة هنا قفلنا 10 محرم والمعركة 26 عدل نعم ساعة الثلج موجود بالكويت الثلج موجودي أيام الشيخ مبارك في ماكينة وين ماكينة ماكينة معرفي ها أي مكان أي مكان ماكينة معرفي عند يعني أدال بيتهم هذا أدال بيت معرفي أدال بيت معرفي شرج شرج مسجد الخليفة شرج مسجد الخليفة أول ما حط الماكينة الطحين والثلج يا المعرفي حتى الثلج قالب كبير مربع يحطون له هذا شوار مال شوار على يدوب مال عيش لأنه يدوب على يدوب يبيعونه بالقالب او وزن شيء لا وزن وقية نصف وقية عاد عكوة استطعت ربع وقية هذا يشتري غالب يكسره تاخذ غسان ياخذ من اللي ياخذ غالب مع انهم زلاجات ولا بليزر خاصة كان في رمضان بالصيف رمضاني بالصيف نعم والنامليت النامليت الكازوزة النامليت طول عمرك هي بالتالي على اهدى احمد الجابر اكو واحد أنا في قياسة فهد السالم مكان قياسة فهد السالم مع البشوت أنا قهاوي واحدة قهوة حق الصومالي قال له جامع الصومالي ويونا نواخذة والصبيان مصبنة البحرية قدون عنده في رمضان هاي النامليت كلنا عنده هذا كلنا عنده رزبلي هذا كلنا الحين انقطع النامليت مو موجود إذا كان في بومبي بس مو مثل النامليت الأولي بعد لا مو مثل قوي ولا صوت بوتيلة هذاك لابد تبطل صيح اسمع صوت تقول بشقة نعم في تيلة من الغاز اللي فيه تيلة الغاز القوي اللي فيه عادل البشتختة أم قلاص أم قلاص
في الكويت ما درس الناس في البحرين ولا هني ماكو. هني ماكو في البحرين. يعني أول شيء بالبحرين. في البحرين درس أيه. المدرسة. المراكب تيجي الكويت أيام الشيخ مبارك. إيه. مراكب كل سنة يجينا نعم. مركب من كلكتة في عيش كلكتة ها كل سنة مركب. مرة واحدة. مرة واحدة في 100,000 حق التجار حق الكويت. إيه. ومالك عيش كراتي على كل يجيبون الخشب والمراكب يجيبونه عيش كراتي بلم كراتي. إيه. بس رنقون زيادة رنقون يجيبونه لنا مراكب. إيه. والمدير مال جمرج عبد الحسن العجيب اي هذا اول مدير ما اول مدير نعم عبد الحسن العجيب عبد الحسن العجيب اي نعم مشهور هذا اي توفى عبد الحسن العجيب وحطوا بن سري يعقوب بن سري بعدين حطوا عبد العزيز الصومالي ها اي الصومالي اللي حواليه هني في بن عيسى هني اي حطوا هو مدير عقب الصومالي حطوا عبد اللطيف بن علي الدين اي ظل مده طويله إيه. هاي يسمونه المدير. المدير لا ظل مده الايام شيخ احمد اي إيه نعم مشهور إيه. هذا مشهور بعدين عقب عبد الدين حطوا بن علي الله عبد الله عبد الله ها حطوا مدير مدير ومثمن عبد الله عبد الله جناعي اي حطوا مدير ومثمن ما استقام سنه واحده وتوفى اي ها حطوا سنان ما الجبله كانت تعرفها اسمع فيه اي سنان إيه. حطوا المثمن إيه. قبل ما كنت في الجمرك أحد عبد الله العجيب أول مدير عبد الوهاب اليسار إيه عبد الوهاب اليسار هم صار مدير مدير مدة طويلة ويمدحون الله يرحمه وايد يمدحون طيب. يعني رجل طيب, طيب. وخدوم طيب. وكريم إيه. الله يرحمه إيه. عبد الوهاب وفتاح ومن العواد ها إيه. وأحمد الخلس إيه. إيه. هذول خمسة أنفار هم إيه. فتاح راعي المنافسات وعبد الوهاب حق ترجمان يروح المركب حق ترجمان حكي الانجليزي يعرف ولا باجي ما اعرف الانجليزي إيه؟ خمسة انفار في الجمري إيه؟ أيه. الجمري وينه؟ هذا قصر الوزارة اي ما مش وزارة هذا مجلس الوزارة أيه. المال يدش من الشمال ويطلع من النوب يطلع من النوب أيه. على الشارع إيه. ترى عبد الوهاب درس لغة إنجليزية عبد الوهاب اليسار إيه أول كويتي درس لغة الإنجليزية في بمبي درس طيب لا طيب الله يرحمه رحمة واسعة يعني كل يثني عليه إيه ودؤوف العمل وشغول حتى وقت الدوام يعني وقت العطلة يداوم إيه يقول صار مثلا أيام العيد قبل العيد في بضايع هو يداوم قبل العيد داوم داوم يعني بالليل يداوم يمشي المعاملة ديوانيته على السيف ديوانيته على السيف مرة واحدة أنا أيام دبي عندي 100 كيس فحم جاي من دبي وعندي 50 متر حصير غضب ها وعندي برتال وايد هي كان اقول حق محمد الكويتي هو شو اسمه قلت والله عندي هذا قال والله الحين روح للمدير رحت حق المدير كان يقول امر قلت والله عندي هذا هذا حق البيوت عندنا كان يقول حق خالد عم خالد هو عند الدفتر اي نعم عم خالد هو عند الدفتر يا مبارك هذا قال كتب شتي قال مرخوص شحنت عربانتين لا طيب الله يرحمه إيه. انا سجلت معه مقابله سنه هذا 66 عبد الوهاب الله يرحمه طيب يتكلم على القمري قبل وعن العجيب طيب لا والموظفين اللي اشتغلوا معاه لا طيب الله يرحمه يعني كل يمدحه ويثني عليه ودؤوب في العمل اي نعم ذاك ساعة الاسواق اي اكبر سوق ذاك وقت وقت اللي انت وعيت على الكويت اكبر سوق بالكويت سوق المشهور المعروف السوق المشهور من تركب من بيت مبارك الصباح القيصرية هاي مصوب اللي بهيته اي صوب اللي بهيته وانت رايح لسوق الصراريف اي ساحة الصرافين هنا هذا الرئيسي هذا اكبر سوق هاي سوق الداخلي هاي سوق يسمونه سوق الداخلي إيه. وسوق الداخلي الاولي انا لحقت عليه شفت مسجد العود ما شفت مسجد ايه المراحيل مسجد المراحيل إيه مال صباح هني هذا سوق الداخلي هذا فيه سمك وفيه الحلواتية أول سمك كان هني؟ إيه أول سمك هني أكل شاش كبار وبينهم يلا ريال طوف الصوبين دكاكين من ينوب ومن شمال إيه هذا أبو حجي مكي هني عندهم دكان حلوى رهش يسوون إيه؟ وبيع غزل مال شراء يبون البحرين معته ولكن الصوب من شمال هذا السمك إيه؟ وهذا سكة تروح للدكان مبارك الميان هني إيه؟ بارك الميان هني عند هذا إيه؟ معلم زيدي بق معلم زيدي إيه؟ هذا ذاك صار الاعتماد على تجارة اللؤلؤ
أيه. يعني على الدرجة الأولى على اللؤلؤ وعلى هذا الملاحة البحر، لكن ذاك صاحب الزهر تجارة اللؤلؤ ذاك الوقت. على اللولو قاعدون في قصة ناصر البدر. إيه أي هني محل اللولو. إيه تجار القماشة ولا يشوفون قماش هني قصة البدر هذا. إيه موجودة كاهي موجودة. ويون أجانب بعد يعني من الخليج يون خاصة البحرين ما قلنا مركز البحرين. يجون نعم يجون مندات يجون يشترون قماش من الكويت. إيه عدد عدد. والآن أيها المشاهدون الكرام نأتي إلى نهاية هذه المقابلة الأولى مع الحاج النوخذة أحمد عبد الرحمن القبندي، له جزيل الشكر، وإلى اللقاء في المقابلة الثانية معه بإذن الله تعالى. سجلت هذه المقابلة مع الحاج أحمد عبد الرحمن القبندي في منزل ابنه الأخ محمد القبندي مساء الاثنين 9 نوفمبر سنة 1992، وشكراً.